أنا بدي أخلص على هديك البنت. جلنار، أنت جنيتي يعني؟ هلأ نسيتي اللي صار من قبل؟ لك أنا بالزور لطلعتك من السجن. شغلة بسيطة كتير، بسكر لها الأكسجين وبتموت. مستحيل مستحيل خليكي تعملي هيك شي، عم تفهمي علي؟ أنا ما فيني أتحمل هالإهانة هي، عائلتي وكرامتي وابني كمان، أخذت كل شي من إيدي. لسه بدك كاني استنى؟ إيه بدك تستني ولازم تستني. وصلنا لآخر الطريق وما ضل عنا حل تاني. أحسن شي قدرة كاراي يسمع بكل الشغلات يلي صارت مني أنا. بترجاك لا تعملها. بس ما ضل قدامي حل تاني ساويه. عزيز غصبني أعمل هيك، أنا مجبور. بس أعطيني فرصة واحدة، أنا رح أحكي مع عزيز. هيك رأيك؟ معقول هذا هو الحل تبعك؟ بس إذا حكيتي معه رح تنحل هالمشكلة؟ هالمرة رح تنحل وبكرة رح تشوف. نزار، أنا ما عم بطلب منك غير تعطيني فرصة. وبعدين؟ بعدين رح يترك البنت نهائيا وبكرة بتشوف كيف. ايه منشوف. ما تركوها ولا دقيقة. عزيز، كيف صارت؟ يلا روحي حلي عن مرتي بقى. بس هي اصحك. انت ولا شي بالنسبة لها. يلا يا بنات خلونا نروح. عزيز ما فيك تعمل هيك. انا بكون امه لإليف وانا بكون زوجة، وبخاف على إليف اكتر منك بكتير. تركيها بحالها. ما بقدر، ما فيني اتركها بعد هلأ. اسمع عندي فكرة، خلينا ناخدها ونروح من هون. ايه برأيي روحي واحتفظي بأفكارك لنفسك. انا رح اخد إليف ونروح، وما عاد خليكي تشوفي وش مرتي ابدا. لا تعمل فيني هيك. ما رح خليكي تأذي إليف. روحي دوري على ضحية تانية. طيب بس 5 دقايق، شوفيها وودعيها وتركينا بحالنا. اسمعي جلنار، إذا قنعتي عزيز نحل الموضوع، وإلا بكرة رح شوف قدرة كاراي وخبره بكل شي. تمام. تفضلي. هاي شرف عزيز أفندي. يلا روحي احكي معه. انزلي.
اسمعي، اصحك تنسي اللي قلته أنا. أعملها مشان مصلحتك يا ابني، بترجاك تسامحني. مستحيل نتواجد أنا وأبي بنفس المكان مع بعضنا، لهيك بدي انتقل. لازم فكر بمرتي وببيتي. مالك متسرع بهالقرار؟ هذا أفضل حل للكل. بس لازم تعرف شغلي، أول ما تقدم هذا الطلب رح ينكشف أمر زواجك. بعرف، أنا ما رح خبي إليف عن أي حدا. أنا وياها رح نأسس عيلة سوا، من حقنا نرتاح من هالمشاكل. أنت متأكد؟ متأكد سيدي، اتصلت فيك من شان ما تسمع من غيري. إلك فضل كبير علي. يمكن لسه في عندك شيء تعمله يا حضرة الضابط. الله عمل هالمعجزة كرمالنا اتنيناتنا، وعطانا هاي الفرصة لحتى نلتقي ببعض. الحمد لله طلعنا من هنيك بخير وسلامة. بس ما رح نقدر نبقى هون، لازم نروح. ما رح يتركونا بحالنا. نروح مع بعض، رح نهرب من هون من دون ما نخبر حدا، وبعدين منخبر عزيز ليلحقنا. هو هلأ معصب بس بعدين رح يفهمني. ما بيعرف شو يعني الأم تتحسر على بنتك لهالسنين. ما ضل كتير يا بنتي، بس اصبري رح اجي واخذك من هون. استنيني. داريا اللي بيحبوها لهالبنت. هذا الآغا. نعم آغا. شو عملتوا؟ أخذتوا البنت؟ لسه ما خلصوا زوارة، لسه واحد بيروح وواحد بيجي، بس رح نخطفها أكيد، لا تشغل بالك. ماشي، لا تطولوا بالسيرة كتير، ديروا بالكن. ها شو آغا، أخذوا البنت؟ شبك عم تطلع فيني هيك؟ رح ياخدوها. صب لي شاي. لا تواخذني، ماشي فورا. شو هالزلمة هاد، ما شغلته غير يتأمر علينا ولازم ننفذ. صب له شاي وقهوة ونظف الجوالي وليف له ظهره. شو هاد يا، بس اطلع من هون بفرجي. شو عبتلعي ولا ما في شي معلم؟ سلامتك. استغفر الله. على
ان شاء الله سم اللي قلت لك، وهي صبينا لك سم الهاري، ان شاء الله بتقلب لقطران جوات معدتك. تفضل اغا، ان شاء الله صحة، مطرح ما يسري يمري. شرف، وهي فاتت لجوا. وهي أنا وإنتي لحالنا هلأ. يا حية إنتي، قلت لك من قبل رح رجع ابني، مو هيك؟ قومي قومي شوفي كيف رح رجعوا. تعرفي انتي بنت محظوظة، رح تموتي بدون ما تتوجعي. عزيز، ليش راحت مدام رنا؟ ليش صرخت عليها كل هالقد؟ المرأة مشغول بالها. انتو ما بتعرفوا شي، خلص المهم راحت، رايح لعند إليف. شو عم تعملي هون؟ هاي بتكون كنتي، هاي كنتي. لما شفت السيروم مرتخي فأنا بس حاولت أني زبطه. يلا بعدي هيك، كنتي خبرينا، نحن موجودين هون لنساعد المرضى، طلعي لبرا.
أمي؟ عزيز؟ أنا جيت لحتى أطمن على إليف. في مشكلة؟ ما في مشكلة، حليناها، ما حدا يفوت لعندها لو سمحتي. جيت لقلك الحمد لله على سلامة أختك. وصلتني أخبار حلوة عن المدام رنا. شكراً لك، تعبناك معنا بقصة البحث عن رنا. شغلة بسيطة بس بالحقيقة أنا لازم هنيك، لقيت مدام رنا وكأنك حاططها بإيدك. إيه طبعاً. هاي خبرة سنين. لكني حاسس إنك جاي منشان موضوع تاني، مو هيك؟ دققت بإدبارة فرع الاستخبارات جديد، ومثل كل مرة أنت محضر الإدبارة من دون ما تاخد رأي أي حدا. عندك شي حابب تضيفه؟ في، أنا برأيي نحن لازم نختار شخص مناسب يكون مسؤول عن هذا الموضوع، شاب وذكي وما يستخدم هالشي لهدف سيء، ويوجه الاستخبارات بشكل صحيح، يعني يكون صادق وموثوق. جيت لحتى أنصحك بشخص. صار عندي فضول. الضابط عزيز آيدن. حلو، رح نعرض هالاقتراح على القاضي، إذا بيشوفوه إنه مناسب فليش لا. أنت كتير متقل بالحكي مع أبوك. إذا رأيك من رأيي وفيكي تروحي، أنا رح بلش حياة جديدة. شو اللي عم تقوله؟ بعدين بتعرفي. قالوا نعم. أنت بالمشفى؟ اللي لي حكيتي معه؟ أنا كده عم بحكي معه بس أنت اتصلت، يعني أكيد ما رح يقلي موافق فوراً. اسمعي، أنا ما بيهمني هالحكي، كتبت التقرير تبعي وبكرة الصبح على بكير رح يكون على طاولة قدرة كاراي، يكون بعلمك. نحن تنتين، أنا وبنتي، بدنا نسافر مع بعض على اليونان. احجزي تذكرة وسافري. أخي بترجاك تساعدني، وضعي كتير صعب، ما معي هوية وجواز سفر بس معي مصاري. أنت هربانة من الشرطة؟ لا تجيبي لي وجع راس. لا 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 صدقني ما في هيك شي، بحلف لك. أنا ما بشتغل هيك شغلي يا خانم. لو سمحت. طيب أعطيني اسم شي حدا، أكيد في شي حدا بيشتغل بهي الشغلة، لأنه في كتار عم يهربوا، مو هيك؟ أنتم ما عم بتهربوا الناس بالبحر. أعطيني اسم شي حدا تاني. نحن محتاجين حدا يوصلنا على اليونان بأسرع وقت، بترجاك. هشام، أنا رايح على المركز وراجع، بدي أقدم طلب. ابني، وشو موضوع هالطلب بقى؟ شغلة مو مهمة، ساعة وبرجع. طيب أنا بوصلك. وإنتوا إذا بدكم فيكم تروحوا ترتاحوا، أنا بقيانة هون. يعني بيصير؟ وليش لحتى ما يصير؟ مثل ما لصديقتكم، هي بتكون كنتي، والمفروض إني أبقى جنبها على طول. طيب أصبح خلينا نروح على البيت ونرتاح شي ساعتين ونرجع. ايه طبعا ارتاحوا، انا بقياني هون. يلا
هاي شو جايبة لهون؟ هاي شو جاي تعمل هون؟ أهلين وسهلين يا أختي، عم تدوري على حدا؟ إيه، في واحد اسمه سيفي، صياد سمك. وشو بدك منه؟ موضوع كتير مهم، بس قلي وين بقدر لاقي؟ تعي معي. فوتي لجوا وسافي هلأ بيجي. شو بدك من سافي؟ لا، الكابتن جودت عطاني اسمه، بدي أهرب أنا وبنتي علي هنا. بترجاك ساعدني، معي كتير مصاري، مستعدة أعطيك قد ما بدك، بس المهم تساعدني. ما رح يمشي الحال، إذا ضلينا واقفين هيك ما منقدر ناخد البنت. طلع، ما عم يتركوا البنت لحالة. شو بدنا نساوي هلأ؟ تعال. عن إذنك إختي، بدنا ننزل المريضة على التصوير. على التصوير؟ إيه نعم، لو سمحتي. الليلة هي رح نسافر مو هيك؟ لازم تكوني بالمينا الساعة 8. اسم القارب الريس خضر. تمام. طيب الهوية وجواز السفر رح يكونوا جاهزين شي؟ ايه اكيد جاهزين. طيب بلكي انت هربت؟ شو بعرفني انك ما عم تكذب علي؟ ما فيكي تعرفي، لساتنا على البر، فيكي تاخدي مصاريكي. لا لحظة، فهمتني غلط، انا بس حبيت اسألك لأتأكد. خدهن، بترجاك، انا لازم اسافر من هون باسرع وقت. المرة عم تلحقنا شي؟ لا ما عم تلحقنا، بس اسرع شوي. انتو شو عم بتساووا؟ لوين اخدين هاي المريضة؟ كنا اخدين على التصوير. التصوير؟ تصوير شو؟ ما بصير تطلع من غرفة العناية، يلا رجعوا المريضة فورا. حاضر دكتورة، ما تواخذينها، صار سوء تفاهم. خلاص خلينا ناخدهم ونروح، ما عاد يصح لنا هيك فرصة. برأيي بلاها، هلا بيمسكونا، خلينا ندخلها لجوا. شو الموضوع؟ ليش رجعتوه على الغرفة؟ ما في شي، بس الدكتورة بدها تفحصها.
بكفي بابا، كرمال الله رجع أمي على البيت. وحدة بعد هالعمر تنام بالأوتيلات؟ هي بلشت بالأول، أمك صارت تهددني وتبتزني. كيف يعني؟ خلاص اسكتي، شغلة بيناتنا وعم تستعملها ضدي. نفس الموضوع تبع عمتي مو؟ يا ريت تحكولي شو عم يصير مشان أعرف، لأنه هالقصة هي طولت كتير. أنتي ما دخلك، وأمك وعمتك يروحوا على جهنم، فهمتي؟ أنت ما بتفهم بمشاعر النسوان. يعني كل يلي بدي يا أمي كلمة حلوة منك مع ابتسامة. أنت شي مرة بحياتك دللتها؟ صدقني كلمة واحدة منك بتعمل لك كل شي. بابا أسلوبك وتصرفاتك معها غلط، ما بيصير تحاربها هيك. أدخل. سيدي بدنا توقيعك لو سمحت. تعال. فيك تطلع. أمرك. سهام، أنت عم تشوفي لعزيز؟ ليش عم تسألني؟ لأنه طالب نقله على الأناضول. أنت روح، روح لعند سيدك واطلب رضاه. أنت مستخدم، أنت مستخدم عند الضابط قدرت، عم يخليك تنفذ أوامره الوسخة. أنا خجلان لأنك أبي. ولسه بدها تحكي مع الأفندي؟ ما ضل لا حكي ولا بطيخ معه. ألو، تمام جاي. هلا منشوف. في عندي حكي كتير يا سيد قدرت. عزيز جاب لك سيرة بخصوص هالموضوع؟ الحقيقة ما في داعي انه يقلي، انا بعرف ليش بده يروح. ادخل. احترامي سيدي. تعال نزار، بدي أحكي معك بموضوع. وأنا كمان في عندي موضوع بدي أحكي معك فيه سيدي. أكيد عندك علم بهذا الطلب. عزيز طالب نقله؟ ما عندك خبر بهالقصة؟ معناها سهام انت الوحيدة يلي بتعرفي بهذا الموضوع. يلا احكي لنا لنعرف شو القصة. مشان البنت. يعني ما في احتمال تاني لهالشغلة. الإنسان ما بينتقل لهنيك إلا إذا كان عشقان. معقولة في سبب تاني يخلي الواحد ينتقل على الجبال؟ وأنا بالحقيقة بدي أحكي معك بهالموضوع سيدي. أنا ما بتقبل هيك حجة،
شو عشق ومشق؟ ما في هيك شيء، وبالأخص إنه الوضع تغير هلأ. نحن بدنا نكلفه بمهمة حساسة. مهمة شو؟ عم نأسس فرع استخبارات. كنا عم نفكر نكلف عزيز بهالمهمة حتى نزار بيعرف هالموضوع. أنا بتشكرك كتير سيدي. نزار، احكي مع عزيز وخليه يبطل هاي الولدنة، لأنه الوطن بحاجة ليلي مثله، والوطن ناطر الخدمة منه. أنا تحت أمرك سيدي. شو هذا الملف؟ سيدي، هذا طلب، هذا طلب تعيين لابني عزيز، بس ما عاد إله لزوم، مو هيك؟ ايه، اذا ما إله لزوم هات لارمي. لا انا برمي سيدي. ايه شق الطلب، فيك ترمي. طيب رح شقه فورا. عن إذنك سيدي. فيك تطلع. أمرك سيدي. لازم جيب الورق من الزبالة قبل ما حدا ياخدها. كيف وضعها؟ تارية محظوظة كتير، الحمد لله تحسن وضعها. بعرف، كتير محظوظة. يعني كتير فرحتيني، الحمد لله أنها صارت منيحة. نحن رح نطالعها من العناية، بس لا تخلوا المريضة لوحدها، إذا صار أي شيء بتخبروني. طبعاً، أنت لا تشغلي بالك دكتورة، نحن ما رح نتركها لحالها ولا دقيقة. طيب، مع فعل. شوفي نزار، شو بدك كمان؟ قلي جلنار، احكي مع هداك الغبي وفهمي ما يدمر حياته. يعني انت بطلت انك تخبر عن عزيز؟ اسمعي، قبل شوي طلبني قدرة كاراي، رح يكلفوا عزيز بمهمة حساسة كتير. يا ربي دخيلك. جلنار، اقنعي ما يخليني اخبر عنه. تمام، خلاص، انت لا تشغل بالك، اكيد رح خليه يقتنع. سهام، أنا عندي اجتماع، بدك تروحي على البيت؟ لا أبي، أنا بدي أشوف رفيقتي، ناطرة تليفون منها. طيب. يا ترى شو في بهالورقة؟ لنشوف. كان جاي منشان يخبر عن ابنه؟ عنكن. يا ترى في حدا شافها؟ ايه، بدي خبيكي، رح تلزميني.
أخي عزيز، لوين أخذ كل هالأغراض؟ أختي ما رح تطلع من المشفى؟ رح نترك هذا البيت. كيف يعني؟ طلبت نقلي، رايحين. لوين؟ ما بعرف، بس نستقر بخبرك. يعني هي الليلة بدكن تروحوا؟ أول ما تصحى إليف بدنا نروح. مدفوعة أجرة هالشهر، فيك تبقي هون لوقتها، بعدين أنا ببعتلك مصاري، لا تقلقي. كتر خيرك. إذا بدك فيك تشوفي أختك قبل ما نروح. إيه طبعاً صهري، معقولة ما أشوفها؟ يلا بخاطرك. مع السلامة صهري. يا الله، نسيت المفتاح. بابا والله هيك قال لي، رح ياخد إليف ويروح. ولك انت شو عم تقولي يا بنت؟ لهي شوي لنخلص شغلتنا، لسه ما خطفوا البنت لهلا. والله انا ما بعرف، خطفوا إليف بأسرع وقت. عزيز اخذ الشنطة وطلع، ورح ياخد إليف من المشفى ويروحوا. شو عم تقولي؟ مين بده يخطف إليف؟ والله أنا قلت له بس ما رد علي. أبي أكل قتلة، وأنا هددوني كتير كمان. إليف بنتي، أنت منيحة؟ إليف يا حقيرة يا مجرمة، لو اني ما لحقتك كنت رح تقتلي بنتي. ايه انا بدي اقتلها. طيب امي وينها؟ طالما بتعرفني هي ليش ما بتجي لعندي؟ بترجاكي ما فيها تجي لهون هلا. تعي. طيب طالما ما بدها تجي لهون، معناتها انت بتعرفي ليش تركتني مو؟ حاولتي تقتليها؟ خلص مثل ما بدك، انا فهمت عليكي. قليلي وينك انت هلأ؟